شوية تعذرون ها لأن الطريق كان طويل تعبنا، أنا راح أرتاح. أوكي، من يحب يرتاح ويانا خليه يتفضل. أوبا لا يلا. إذا كنت مرهق خلال عملك ومن ضجيج المدينة، أنصحك أن تزور هذه المنطقة، تقضي لك بيفة ليلة ليلتين. بصراحة مكان جميل جدا، عبارة عن غابات، عبارة عن نهر، فندق نظيف مرتب، تقضي لك بيومين ثلاثة. ما تسمع من تطلع برا، ما تسمع صوت غير صوت النهر وأحيانا صوت الطيور وحفيف الأشجار. هذه الطبيعة مثل ما تشوفوها حوالين الفندق. طبعا بالإضافة إلى الفندق وبالإضافة إلى هذا المشهد، الطبيعة فيها مياه معدنية، مياه معدنية، وفي أنواع مختلفة من المساجات، شو تسميه، مصاح تسميه، يعني ما أعرف، هو أوتيل مفروض فيها كافة أنواع المساجات والمياه المعدنية. لكن للأسف شديد إحنا اليوم اصطحبنا ضيوفنا على أساس يدخلون الحمامات المياه المعدنية، لكن في صيانة متوقفين اليوم ويطول لفترة أسبوع تقريبا 10 أيام. هذا الأوتيل، أنا راح أدخل هسه المتجر مال الأوتيل حتى تشوفوا شلون مستوى نظيف، يليق بصراحة، يليق بزبائننا وأصدقائنا اللي دا يتابعونه. هذا الأوتيل، مدخل مال الأوتيل مرتب. هذا اللوبي هنا، الريسبشن، وعن جد ما أريد نصور أكثر، يعني أريدكم أنتم تقيسون مستوى الأوتيل والخدمات اللي بيها. هذا المكان هادئ جداً.